هذا الاستمارة اللي تداولت خلال يمكن من الأمس لليوم، هذا استمارة كذب يعني، ما لها صحة بالمحافظة ولا يوجد أي تشغيل. يعني إقرار موازنة ماكو، يعني حكومة تصريف أعمال وموازنة لم تقر. نرجو أنه يصير توضيح لكل الشباب، يعني ندري أنه ممكن أنه كل الشباب تأمل أنه تشتغل وتقضي على البطالة، لكن هاي الاستمارة كذب ولا صحة لوجودها ولا إصدارها من قبل محافظة البصرة.